ابتعاد نفس السبب قلت لك احنا دائما نكون مشغولين وهي البنية تسافر واني اسافر اني مثلا مشغولة بعمل فلقاءاتنا دا تصير قليلة او احتمال نلتقي ونصور. خليك اكون صادق وياك اليوم المتابعين مو مثلنا، مثلا انا اليوم اتابع اسراء بس بين فترة وفترة لان تعرفين متابعين هواي ناس وكذا وهاي زين يعني مو يوميا اعرف يومياتها وكذا بالضبط. بس المتابعين يركزون بابسط الاشياء. سابقا بسمة وغادة كانوا اقرب صديقات إليك صح، طلعتكم سوا كذا ستورياتكم سوا كذا، ما معقولة اليوم حتى حضرة جوال ماكو بهاي الفترة اللي راحت الحظر انفتح وكذا، انتم ايام الحظر تلتقون يوميا صح، اكو برود بالعلاقة انا متأكد، لو اكو فد شي فد جفة كذا. لا برود ممكن يكون يعني احنا شلون اقول لك على قد مثلا كنا نطلع نتونس نصور لانه هي طلعة منظر مكان نعم. طلعة حلوة نسافر البابل نروح مكان معين نعم. فكلها جماعية ونصور كلنا سوية زين. شخصي لي الخلل بيش لو بيهم؟ مو بيهم والله ولا بيه، يمكن بيه أنا والله ما أدري. لا أنت قولي لي، قولي لي اليوم الخلل لو بيهم لو بيه، الابتعاد شنو سببه؟ اليوم أنا من أبتعد عن شخص أكيد هذا الشخص أنا من ابتعدت عنه أنه أكو فد شي بداخلي اتجاهه. لا والله ذولي وردات الانستغرام يعني أنا كلش أحبهن. أجمل تحية البسمة وما أقدر أختلف وياهن، مو بس وياهن، ويا أي بنية كانت بيوم من الأيام ما أكلة وشربة وياي مستحيل أتخالف أنا وياهن. بس مش شخصتي لي. ما شخص لك؟ إيه لأنه ما قلتي لي يعني الخلل بيش لو بيهم؟ ماكو خلل. دبيها براسي شو طلع منها؟ أنا يلا أنا الخلل يا أبا أنا ما أسأل عليه. تمام.